من الأسباب التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطيل في العمر قالوا صنائع المعروف والإحسان للناس والجود عليهم بالمال والجاه والوقت والعمل وغير ذلك من الأعمال. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. فمن اصطنع المعروف عند الناس وأحسن إليهم وبذل وجهه وجاهه وبذل ماله وبذل وقته وعمله في إغاثة ملهوف ونصرة مكروب فإن هذا من اصطناع المعروف عن النبي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقي مصارع السوء. ففي ذلك سبب بأمر الله عز وجل لإطالة العمر والمد فيه. الأمر الحادي عشر أو الأمر العاشر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في العمر قالوا الصدقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يشد إسناد بعضها بعضا فهو حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تقي مصارع السوء. وقد سبق معنا عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر. فالإكثار من الصدقة وأعني بالصدقة المندوبة دون الواجبة التي لا منة للمرء فيها وهي الزكاة فإنه قد جاء في الحديث أنها تمد في العمر وتنسأ فيه وتزيد.